جودة الحياة يعني إن نحن نكون بخير. هي راحة البال. أعتقد إنه يمكن نهتم بصحتنا. الحمد لله مرتاحين وحكومتنا مو مقصرة فينا. تعني لي الأكل الصحي. أهم شيء الواحد يتحرك. أحس العلاج زين. أهم شيء أستانس مع أصدقائي. أمي وأبوي وأنا وأختي الصغيرة. إنجازات اللي حققوها عيالي. ويا الربع. ويوم عائلتي تكون بخير أنا أكون بخير. يخليني ربي مرتاحة يوم أقوم الصبح وأشوف عيالي. أنا أحب المركز كبار المواطنين. نلعب في الحديقة في الفريج. أحلى شيء حديقة فريجنا والألعاب. مع الوالد والوالدة الله يحفظه. الحمد لله على وجود التعليم. وإني أقدر أوازن بين شغلي وحياتي.